يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل ابتلي بالسحر والمس وهو يعاني معاناة شديدة عند قراءة القرآن وفي طلب العلم، فما هي أقرب الطرق لشفائه بعد الدعاء والرقية؟ أرجو أن توجهوا وفقكم الله. ما في علاج غير الدعاء والرقية، ما في غير الدعاء والرقية. وإن كان في علاج عند الأطباء النفسيين في مرض نفسي يراجع الأطباء النفسيين، ربما يكون عندهم علاج، يكون هذا مرض عصبي، يمكن يكون مرض عصبي فيعطونه علاج، وإلا يقتصر على الرقية ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس، يداوم على الورد وعلى الرقية، والله قريب مجيب. نعم.